هنتكلم اكيد على مباراه مهمه جدا، مباراه النادي الاهلي يوم السبت مع صن داونز. خلينا الاول نروح لزميلنا فاروق صلاح مع سفيرنا احمد الفضلي. طبعا ده سفير مصر في جنوب افريقيا، اللي من هنا بنوجه له كمان الشكر، لان زي ما بقول لحضراتكم واحنا وانا كنت لاعب بنشوف السفارات ونشوف على راسهم كمان سفير بلدنا في اي دوله بيقوم بمجهود كبير جدا يعني راحه البعثه بشكل كبير جدا. نشوف فاروق صلاح مع سفيرنا في جنوب افريقيا. كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من جوهانسبرج، اخر استعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهه فريق صن داونز في مباراه دور المجموعات لدور ابطال افريقيا. مجهود كبير جدا بتقوم به السفاره المصريه هنا بجنوب افريقيا. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء معالي السفير احمد الفضلي سفير جمهوريه مصر العربيه لدى جنوب افريقيا. معالي السفير برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. دور كبير كلنا لامسينه لافراد السفاره المصريه ممثله في معالي السفير احمد الفضلي، بنشكرك من خلال قناه النادي الاهلي على المجهود اللي يعني اللي شايفينه مع الفريق النادي الاهلي منذ لحظات الوصول وحتى التنسيق اللي قبل وصول النادي الاهلي. اطلاقا اولا يعني بنرحب بحضراتكم ويعني برضو بالساده المشاهدين ومشجعي النادي الاهلي وجمهور الكره المصريه كلهم. نسعد طبعا بوجود النادي الاهلي معانا، دي زي ما بنقول ده رابع ماتش للاهلي مع صن داونز في فتره اقل من 10 شهور، منهم مرتين كانوا هنا المره دي، والمره اللي قبلها كانت في شهر مايو العام الماضي. والنادي طبعا قيمه وقامه كبيره، وكان بطل البطوله اللي فاتت كانت المره العاشره، وبنتمنى له التوفيق طبعا المره دي. استعدادات زي ما حضرتك تفضلت بدأت من أول كعادتكم معانا وكعهدنا وكعهدكم بينا، بدأت أول ما تم الإعلان عن القرعة من كذا شهر، وعلمنا أنه هيبقى برضو يلتقي الأهلي مع صن داونز. لعبوا زي ما حضرتك عارف يمكن 11 مرة قبل كده، فإحنا على طول بادرنا بالاتصال بالنادي الأهلي كعادتنا فيه. بالنسبة للزيارات بتاعت الفرق الرياضية بصفة عامة للحرصا على أنه يبقى فيه الأمور سلسة عند الوصول وكده، سواء من أول حجوزات الفنادق والوصول والانتقالات والإقامة، وده برضو بالجهد ده بيثمر انه زي ما حضرتك تفضلت وشفته كان في الوصول الامور سلسه في المطار، وده بيساعد على انتظام فتره الاعداد للنادي. معالي السفير يعني انا عارف احاديث مستمره، احاديث جانبيه ما بين حضرتك والدكتور محمد شوقي رئيس بعثه النادي الاهلي، ايضا الاستاذ طارق قنديل، وحضرتك التقيت بالاستاذ طارق قنديل اكثر من مره، الكابتن حسام غالي، يعني ابرز الامور اللي بتدار الاحاديث الجانبيه. طبعا يعني كان شيء اساسي بنتكلم فيه انه اللعيبه المره دي عليهم مسؤوليه كبيره تجاه الجمهور، ان هم يسعدوا الجماهير النادي، لانه لم يحالفهم الحظ، لم يوفقوا في الماتش اللي كان الذهاب في القاهره مع صن داونز، وهنا ما بيلعبوش على ارضهم، وهنشوف لسه اذا كان هيبقى برضو في جمهور ولا لا. فكل دي عوامل ضاغطه على الفريق، زائد الفترات اللي هي عدد المباريات الايه الكتيره اللي انا فاهمه دلوقتي يمكن خلال شهر واحد هيبقى في حوالي 13 مباراه للفريق، ما بين مباريات دوري وما بين مباريات دوليه وكده، فطبعا ده ضغط واجهاد عليهم. احنا دوبك كان لسه الفريق حضراتكم عارفين انه كان لسه لاعب مع فريق بيراميدز يدوبك اول امبارح، ويعني طبعا نتيجه المباراه واضح رفعت معنويات الفريق كثيرا، والراحه اللي هم اخذوها امبارح باينه في المستوى الاستعداد اللي احنا شايفينه النهارده، ونامل ان هو يثمر ويؤدي النتيجه بتاعته. يعني معالي السفير احمد الفضلي واضح ان هو متابع كل كبيره وصغيره على النادي الاهلي، كل مباريات النادي الاهلي يعني على قد ما بنقدر وبتسمح بيه ظروف العمل طبعا، لانه بالذات برضو مع لما بيكون في فرق اجنبيه بيلعبها، لانه في النهايه يهمنا انه احنا بيلعبوا معه باسم مصر برضو. والشيء الطيب
دايما بنحاول ناكد يمكن برضو من خلال حضرتك للساده المشاهدين، ايا كانت نتيجه المباريات دي احنا بيهمنا انه دور هذه المباريات في التقريب بين الشعوب، لانه الرياضه والرياضيين نفسهم دول احنا بنكن لهم احترام كبير ولهم دور كبير في القصه دي. احنا شفنا عندنا مثلا المدرب بيتسو موسيماني، النادي الاهلي لما كان بيلعب في المنتخب المصري، مش بس النادي الاهلي، المنتخب المصري لما كان بيلعب في البطوله الافريقيه، لمجرد انه مدرب النادي الاهلي كان جنوب افريقي بيتسو موسيماني وبيدرب نادي مصري كبير جدا، الجنوب افارقه كتير منهم كانوا بيشجعوا مصر في هذه المباريات، لانه مدربهم هو مدرب احد اكبر النوادي في مصر اللي جزء من اللعيبه بتوعها بيلعبوا للمنتخب، فده في حد ذاته شيء طيب، يعني صح ان احنا نشجعه ونخليه ان هو يستمر دايما. اعتقد معالي سفير نقطه في غايه الاهميه حضرتك اثرتها، اللي هي توطيد وعمق العلاقات اللي ما بين الشعب المصري او الشعب الجنوب افريقي مع وجود مستر بيتسو موسيماني. اصبحت الوسائل الاعلام هنا بتتابع اخبار بين مستر بيتسو موسيماني، حتى الامر الاخير بتجديد عقد مستر بيتسو موسيماني، كل وسائل الاعلام طلعت اتكلمت على هذا الامر. تجديد لبيتسو موسيماني هو تجديد في الثقه في ادائه في النتائج بتاعته اللي هو احرزها مع النادي، وهنا الجنوب أفارقة فخورين بأنه في مثل هذا المدرب موجود لهم، بيدرب نادي من أهم النوادي في القارة الأفريقية وبيؤدي هذا الأداء معهم. ولذلك حتى عند الوصول في المطار يمكن بعض يكون لاحظ أنه كان في ناس من الجمهور مستقبلين بيتسو موسيماني بلافتات كبيرة بترحب بيه وبتعتبر ان هو النسر بتاعهم. يعني علي السفير خلاص يعني تفصلنا خلاص يعني ام قليله على المباراه، اخر التنسيق والترتيبات اللي تمت للقاء، اعتقد نقطه مهمه جدا اقامه المباراه هنا في جوهانسبرغ افضل بكتير جدا من ملعب لوكاس موريبي، ملعب السوكر سيت واحد من الملاعب المميزه واستضاف نهائي كاس العالم. صحيح الملعب استضاف كان النهائي بتاع كاس العالم، احنا المسائل الفنية دي يمكن ظروف تساعد ان هو كان يبقى في الملعب ده، لكن انا اعتقد بالنسبة للفريق هيبقى الاهم هو ايا كان الملعب في النهاية هو ما بيلعبش على ملعبه، فاحنا دايما عارفين في مسؤولية كبيرة عليه، والإجراءات التنسيقية طبعا بتحكمها جوانب فنية كتير احنا ما بنتدخلش فيها كسفارة، لكن ان شاء الله اخراج المباراة يكون بصورة طيبة لتليق بناديين كبار زي النادي الاهلي وزي نادي سان داونز. نشكر عليك يا معالي السفير ونشكر حضرتك على المجهود الكبير، ان شاء الله لو هتوجه رسالة اخيرة لقيادة النادي الاهلي تقول لهم ايه؟ أقول لهم شدوا حيلكم، المرة دي أنتوا في بداية المشوار، المرة اللي فاتت كنتوا في دور الثمانية، وبرضو أنتوا بتلعبوا فريق كبير كسبكم قبل كده زي ما أنتوا كسبتوه قبل كده، وكسب البطولة قبل كده زي ما أنتوا كسبتوها برضو قبل كده، فدي كأنها مباراة قمة نهائي مبكر، عليكم مسؤولية كبيرة أن أنتوا تحافظوا على اللقب وتحافظوا على الانجازات بتاعتكم، واثقين ان شاء الله ان انتوا هتؤديوا اللي عليكم والباقي على ربنا ان شاء الله. شكرا يا معالي السفير. شكرا شكرا. اعزائي مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ده كان لقائنا مع معالي السفير احمد الفضلي سفير جمهوريه مصر العربيه لدى جنوب افريقيا، مجهود كبير جدا زي ما قلت لحضراتكم بتقوم به السفاره المصريه لبعثه فريق النادي الاهلي هنا استعدادا طبعا لمباراه الاهلي امام فريق سان داونز. كل التوفيق طبعا لفريق النادي الاهلي في هذا اللقاء، ان شاء الله يحقق 3 نقاط غاليه ان شاء الله تكون محطه مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي نحو البطوله 11 باذن الله.